فخلينا كده نطمن من الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم لحضرتك. صباح الفل يا فندم. خلينا بقى طبعا نطمن من حضرتك كده على الحالة المرورية، والناس تتجنب المناطق اللي فيها زحمة، والناس تنزل في المناطق اللي فاضية عشان كل واحد يوصل بسرعة إن شاء الله. طبعا بالنسبة للطرق السريعة والتابعة للإدارة العامة للمرور والطريق الدائري بالاحكام اللي عليهم المعتاده في الفتره الصباحيه، اولا طمن الجميع ان كافه الطرق السريعه مفتوحه امام حركه المرور للمتجهين للقاهره الكبرى. ما عندناش في اي مشكله، ما عندناش اغلاق او تحويل لاي طريق سريع. طب كويس الحمد لله. استقرار في الحاله الجويه. بناكد على ان الاحكام اللي موجوده دلوقتي احكام المعتاده على الطريق الدائري، في بعض الاحكام المتوسطه الحمد لله انتهينا، بس كانت في بعض احكام مرتفعه في المناطق المتوسطه دلوقتي دي انتهينا منها، متوقف بعض الاحكام المتوسطه من على المرج والمتجه لمواقف موقف السلام الجديد. دي ناتجه طبعا عن الرحلات المروريه القادمه بالقليل اتجاه موقف السلام. اتجاه السائر الاخر من طريق السائر القادم من السلام اتجاه طريق الزراعي احجام المرور اقل المعتاد بشكل كبير وسيوله مروريه تامه. ايضا بالنسبه لمناطق اعلى الافتراض والقادم من الجيزه والمتجه لمناطق القاهره الجديده احجام حركه بدات ترتفع بيتم التعامل معها الان. الاتجاه الاخر اتجاه الجيزه الحمد لله ما عندناش فيه اي مشكله وسيوله مروريه تامه. كويس. باقي قطاعات الطريق الدائري سواء اعلى النيل والبحر الاعظم والهرم والبروطيه الحمد لله انتهينا من الاحجام اللي كانت موجوده فيهم، ودلوقتي اصبحت سيوله مروريه تامه ما عندناش فيها اي مشكله في الاتجاهين. عندنا بالنسبه لمداخل القاهره نقدر حتى نقول حتى الان بالنسبه لمدخل القاهره من طريق السويس ما زال يعمل بشكل جيد جدا وهي سيوله مروريه المتجه لمناطق مصر الجديده. الاتجاه الاخر ايضا بعض الاحجام المتوسطه متجهه لاسفل الدائري، من بعد اسفل الدائري اتجاه السويس يعمل بشكل جيد جدا. طريق الاسماعيليه حتى فوق الدائري في الاتجاهين يعمل بشكل جيد، ما عندناش فيهم اي مشكله. من بعد الدائري وكوبري التعمير متجه لمناطق كوبري الهايك ستيب احجام حركه اعلى من المتوسطه واللي بيتم التعامل معها الان حين انتهاء الظهور الصباحيه. نحو 26 يوليو من الاماكن اللي بتشهد احجام حركه مرتفعه قادمه من مدينه اكتوبر اتجاه ميدان لبنان المعتادة في الفترة الصباحية، واللي بننصح دايما قائد المركبات باستخدام البدائل اللي يقدر يغير خط خير واتجاه محور الواحات ومنه الأقصر الغربي ثم الدائري، أو محور رود الفرج الجديد اتجاه الدائري، ومن الدائري نستخدم المنازل الخاصة للجيزة والقاهرة هيكون أفضل. باقي الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للمرور الحمد لله الحالة عليها جيدة، غير مكثف من خدمات الإدارة العامة للمرور سواء خدمات الإغاثة أو خدمات الحملات وخدمات غير المسؤولة عن تصوير الكثافات اللي موجودة. يتم متابعتها طبعا من السير لوعيس مطرشقر مساعد الوزير مدير اداره عامه المرور الحين لانتهاء من الظهور الصباحيه بالكامل. بناكد ايضا الحمد لله حتى الان ما عندناش اخطار باي اعطال او حوادث ممكن تؤثر على حركه المرور. اتمنى السلامه للجميع واتمنى ان الجميع الالتزام، وبنتابع ما حضراتكم على مدار اليوم باذن الله. بنشكر حضرتك جدا يا فندم الرائد محمد الشربيني مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور.